السلام على من اتبع العقل ونبذ النقل وفكر عسلامة نواصل الحديث عن المشروع بين قوسين السني الإسلامي ولكي تكون الأمور واضحة يجب أن نبدأ بطرح هذا السؤال من كان حول محمد في ذلك الوقت ونقصد هنا من هم الأطراف ومتى وما هو مشروعها وكيف ترى تطبيق مشروعها ومن هم الرموز الذي يمثلون هذا المشروع. تكلمنا في الفيديو السابقة على الطرف الأول اللي اطلقنا عليه المشروع الشيعي الإسلامي بين قوسين، اللي هما في الحقيقة أصحاب المشروع، ليس أصحاب المشروع يعني بمفهوم أنهم هما اللي أبدعوه، وإنما هما اللي تبنوه، وهما بعض أشخاص من بني هاشم وبعض أشخاص من الخزرج، اللي هما أخوال بني هاشم وأغلب الطبقة المثقفة في مكة والمدينة واللي هما أصحاب المشروع الفعل بدأت هذه العملية أو هذه الفكرة قبل إعلان النبوة بفترة طويلة وتبلورت مع الوقت ووضعت قواعدها عندما تزوج محمد خديجة المشروع الصبغة متاعه بصفة عامة هي أممية بمفهوم الامميه في ذلك الوقت كما في السر. وهذا نلاحظه في بدايه الخطاب القراني عندما نرى ان اغلب بل كل الايات المكيه تتجه للناس قل يا ايها الناس وليس لهذا المشروع اي صبغه قوميه او عصبيه وهو متطور عبر الزمان وعبر المكان وليس مشروع جامد اما اسلوب تطبيقه فهو يجب أن يكون بالتدريج وباستعمال العقل والحوار والنقاش والتسامح وحق الاختلاف وعلى مراحل طويلة دون استعمال العنف حتى تصبح قوة تضمن لنفسها الانتصار وأخيرا رمز هذا المشروع بعد ما تم إعلانه من طرف محمد هو علي والمكلفين بشي يطبقوا هذا المشروع بعد محمد هما أهل بيت محمد ولأن محمد لم يكن له أولاد تم اختيار أولاد فاطمة باش يكونوا هما المسؤولين على تطبيق هذا المشروع اللي هما الأئمة الاثنى عشر اللي تعرفوه ويتمثل الأسلوب في الطاعة العمياء والتصديق الكلي برسالة محمد في الدرجة الأولى وبالأئمة الاثنى عشر أو من ينوبهم اللي هما يقودوا الناس اللي يؤمنوا بهذا المشروع من أجل أن يشمل جميع البشرية طبعا في ذلك الوقت كان جميع البشرية كما قلت لكم هما الفرس والروم بين قوسين أما اليوم فهو جميع البشرية يعني جميع الكرة الأرضية إذا هؤلاء هم الطرف الأول في المشروع أما الطرف الثاني هم الذين آمنوا برسالة محمد من بقية بني هاشم وبقية الخزرج وبقية قريش والأوس وبقية الناس أي مجموع الناس الذين دخلوا في الإسلام عن إيمان واقتناع أن محمد بالفعل رسول الله بدأ ذلك عندما أعلن محمد الرسالة بتاعه على أهله في أول الدعوة زعم الله قال له أدعو عشيرتك الأقربون ثم بالدعوة العلنية في مكة وتبلورت هذه الفكرة وأصبحت واضحة بعد الهجرة إلى المدينة وانضمام عدد كبير من العرب للإسلام كما يقول القرآن ويدخلون في دين الله أفواجا هوني المشروع تبدل وأصبح يقوم على العصبية القومية العربية وعلى شكل عصابات وهذا نلاحظه في الخطاب القرآني الذي تبدل وأصبح لا يتكلم إلى الناس وإنما يتكلم إلى المؤمنين القرآن يقول يا أيها المؤمنون ما عادش يقول يا أيها الناس إذا هون يظهر المشروع السني الإسلامي وهو مشروع عروبي قومي ماخذ شكل ايماني ديني اما اسلوب تطبيق هذا المشروع تبدل لم يعد محصور في بني هاشم بل اكتفى محمد كرسول فقط ويعود الامر بعد ذلك الى قريش حيث هوني تم وضع قريش كبديل للتغيير ما عادش بنو هاشم هي المسؤوله وحدها على هذا التغيير وهوني لاحظوا ان قريش بدات تلتف حول محمد بعد الهجرة وبدأت تبعد بني هاشم من حول محمد ومحاولة السيطرة على القرارات الإسلامية والمشاركة في الدعوة الإسلامية وهذيا المسألة لاحظوها بزواج محمد من عائشة بنت أبو بكر ثم زواجه بحفص بنت عمر إذن هوني قريش ولا تحب تطرح روحها هي المسؤوله على تطبيق هذا المشروع هون نلاحظ ان المشروع السني الاسلامي الذي ظهر في المدينه يختلف كليا على المشروع الشيعي الاسلامي من حيث الاهداف حيث اصبح المشروع قومي عربي تحت غطاء ديني بعد ما كان اممي عالمي تحت غطاء ديني واصبح خاص وملك لقريش كلها بعد ما كان خاص ببني هاشم وأصبح مكتفي برسالة محمد فقط وناكر لحق أهل بيته من بعده وأصبح يطرح نفسه بقوة السيب بعد أن كان بأسلوب الحوار وأصبح فوري بعد ما كان تدريجي وأصبح ياخذ بعين الاعتبار العادات والتقاليد العربية بعد ما كان أكثر انساني واصبحت مسؤوليه تطبيق هذا المشروع في يد من تتفق عليه قريش وتبايعه عن طريق ما يسمى مجلس الشورى وليس وراثيا وليس محصور في عائله واحده وان كانت هذه العائله عائله محمد اما رمز هذا التوجه هو بالطبع عمر بن الخطاب ومن حوله من الاشخاص المعروفين كما ابو بكر وغيرهم ويتبعهم كل القرشيين بصفة عامة والعرب بصفة خاصة اللي دخلوا للإسلام عن إيمان واقتناع برسالة محمد ويعتبروا يعتقدوا أن الإسلام دين للعرب في درجة أولى وأن العرب مسؤوليتهم أنهم ينشروا هذا الإسلام في جميع بقع العالم وهنا بصفة خاصة القرشيين اللي هما عليهم المسؤولية الكبيرة لنشر هذا الإسلام، كما اليهود قبل كانت عليهم المسؤولية ولكن اكتفوا بالدين اليهودي لهم برك ورفضوا يعلموا به بقية الشعوب. يعني بالنسبة لهم أن الله في الأول اختار اليهود وجعلهم شعب الله المختار على أساس يكونوا هما المسؤولين على البشرية لكن ضيعوا الأمانة يا أخي جاء محمد حب يحصر هذا الشيء في أهل بيته ويجعل أهل بيته هم المسؤولين عن هذه المهمة لنشر دين الله لكن عمر والعرب بتاع قريش والعرب بصفة عامة رفضوا هذه الفكرة وجعلوا المسألة محصورة في قريش بحد ذاتها ليس في بنو هاشم فقط وأصبحت قريش هي المسؤولة على العالم أجمع باش تنشر الإسلام ولات هي ما يسمى بشعب الله المختار يعني هذه الفكرة واضحة وفهمتوا شنو الفرق من بين المشروع السني الإسلامي والمشروع الشيعي الإسلامي بكل وضوح إذا يمكن أن نلخص هذين المشروعين بزوز كلمات الأول الإيمان بمحمد وآل بيته كمسؤولين من طرف الله لقيادة البشرية في أمور دينها ودنياها وذلك عن طريق التعيين الإلهي لمحمد والأئمة الاثنى عشر اللي لازم كل مسلم يسمع ويطيع لهم ويعمل اللي يقولوا له عليه ولا اللي هما يعينوه بش يكون مسؤول عليهم هذه الفكر الشيعي الإسلامي الثاني الذي هو الفكر السني الاسلامي هو الايمان بمحمد كرسول وقريش كمسؤولين من طرف الله لقياده البشريه في امور دينهم ودنياهم وذلك عن طريق تعيين الهي لمحمد وامر الهي لقريش بوضع ما يسمى الشورى ما يسمى اهل العقد والحل وما اتفقت عليه قريش فقد قبل به الله وهذا النظام كي نجي نشوفوا الشورى هو نظام موجود عند العرب من قبل داخل القبائل وهنا نلاحظوا اللي في المشروع السني فما جانب كبير من القومية العربية بينما في الجانب الأول اللي هو الوراثة والأيمة والعصمة هو جانب نوعا ما قديم نلقاه عند الكهان وعند اليهود من قبل إذا هذم هما المشروعين الواضحين البينين. إذا الآن باش نكملوا نحكيو على المشروع السني الإسلامي ونفهموا كيفاش تطور وإلى أين وصل إلى سقوط الإمبراطورية العثمانية. إذا محمد كان في الظاهر يدعم المشروع السني الإسلامي لأنها أكثرية ولأن أكثر قريش وأكثر العرب ينتمون الى هذا المشروع بقياده عمره. عمر، وعمر كانت عنده كلمته وكان عنده قراره وكان عنده تاثيره، ولكن في نفس الوقت يدعم سريا المشروع الشيعي الاسلامي اللي هو الاصل وما عندوش خيار اخر، وهنا حبيت نقول بعد ما تكوين الدوله الاسلاميه في المدينه، دخل طرف ثالث في الاسلام، وهو ما يسمى بالطرف المصلحي ونعرفه في التاريخ اللي أطلق عليهم الإسلام المنافقين بصفة عامة اللي ينضموا للإسلام من أجل مصلحة مادية أو مصلحة سياسية أو مصلحة اجتماعية وهذوما ياسر دخلوا في الإسلام في المدينة وخاصة من الأعراب ويؤكد عليهم القرآن عندما يقول قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا بل قولوا أسلمنا حتى يدخل الإيمان قلوبكم إذا فما طبقة كثيرة من المنافقين أو ما يسمى بالمصلحيين دخلوا في الإسلام بعد تكوين دولة المدينة وأخيرا الطرف الرابع اللي دخل في الإسلام هو الطرف الذي دخل الإسلام مجبور ليس له خيار إما الإسلام إما السيف مثل بنو أمية وغيرهم من القبائل العربية هوني نطرح سؤال هل محمد كان راضي على الأسلوب السني الإسلامي أو بالأحرى الهاشميين اللي مشاركين مع محمد في هذه المؤامرة هل كانوا ساكتين على اللي كان يوقع في المدينة الجواب أولا ليس لهم خيار لا محمد ولا بنو هاشم المشاركين معه على خاطر هما الأكثرية وهما اللي عندهم الكلمة وأكثر العباد اللي تدخل في الإسلام جي جهتهم هما ثانيا لم تكن تعارض ولم يكن يعارض محمد لأن ذلك الأسلوب حقق له انتصارات كبيرة ومكاسب كبيرة، إذا علاش يعترض عليه؟ خلاه يمشي كما هو. ثالثا كان يثق ويعتمد على الجانب السري لقلب الموازين عند الضرورة، خاصة بعد ليموت محمد أن الأمور ترجع في يد الهاشميين. وانهم يواصلوا الخطه نتاعهم القديمه. اذا هذه الثلاثه نقط الذي خلات المشروع السني الاسلامي يكسب قوه في المدينه لا مثيل له. بعد فتح مكه كان من المفروض ان محمد يرجع ويأيد الجانب الهاشمي لكي يعيد الامور الى نصابها ويواصل في المشروع الاصلي اللي انطلق في مكه. وتعرفوا انتوما اللي الهجره للمدينه كانت ضروريه وليس لهم خيار اخر. اذا نعتمشوا للمدينه، عملوا دوله في المدينه واتبعوا الاسلوب ما يسمى الاسلوب السني الاسلامي حتى تم فتح مكه ثم من المفروض العوده للاصل ولكن تجري الرياح بما لا تشتهي السفن وقتل محمد وتقلبت كل موازين القوه. لا نريد ان ندخل في التفاصيل كيف قتل محمد وإنما نقول إن عند موت محمد في المدينة كان الشق العمري هو القوي وهو المسيطر على الساحة ولهذا عمر بن الخطاب استطاع أن يفرض أبو بكر كخليفة على المسلمين كمرحلة أولى ومرحلة ثانية محاربة كل من يعارض هذه الخلافة سوى من الشق العلوي بمنع أهل محمد من الإرث وإجبار علي على البيعة أو محاربة بعض القبائل اللي رفضت دفع الزكاة لأبو بكر بحجة إنه ليس خليفة شرعي وأرادوا أن يدفعوا الزكاة إلى علي وتم محاربة كل القبائل العربية اللي خرجت عن الإسلام. وارتدد عنه وهكاك عمر في عهد خلافه ابو بكر ثبت المنهج السني الاسلامي على قواعد سليمه ثم اخذ الخلافه لكي يواصل على هذا المنهج وبالفعل استطاع عمر بن الخطاب توحيد العرب تحت رايه الاسلام وجعل قياده المسلمين في يد المهاجرين اللي هما من قريش ولكن هذا الوضع معجبش يسر عباد في الجزيرة العربية خاصة من هم ليس من أصل عربي خاصة أنه فرق في العطاء وأعطى المهاجرين أكثر من الأنصار وأعطى الأنصار أكثر من المسلمين حادثين الإسلام وعمل قوانين عروبية تحمي العروبة وجعلها ضمن الإسلام كما منع العربيات المسلمات من الزواج من غير العرب وان كانوا مسلمين وهذا الوضع اللي تم وهذا الوضع اللي تم وضعه من طرف عمر اغضب كثير من الاطراف المسلمه الغير عربيه خاصه بعد بدايه الفتوحات نحو الفرس ونحو البيزنطيين ونحو مصر وتم مقتل عمر من طرف أبو لؤلؤة المجوسي سياسة عمر العروبية جعلت له كثير من الأعداء خاصة من المسلمين الغير عرب أو حتى من المسلمين الغير قرشيين وهذايا قوة شق علي وجعله أكثر قوة خاصة بعد موت عمر لكن عمر كان متفطن هذه المسألة هذاك علاش عمل كل شيء بش الخلافة بعده ما تمشيش العلي وتمشي العثمان واخذ عثمان الخلافة وواصل على نهج أبو بكر وعمر وأكتفي بهذا القدر في هذه الفيديو ومع فيديو قادم نكمل بينه كيفاش تطور الفكر أو المشروع السني الإسلامي وشكراً